بدي أسألك يا زميرة، في عندي سؤال محيري راسي، ما في غير عم بسمع على الفلترة. الفلترة شو هي الفلترة، ولا شو بيستعملوها؟ يعني قصدك بالفلتر، هو الفلتر مو هيك قصدك؟ يا صفيرة يا ست صفيرة انتي. ايه هذا، هيك قصدي الفلتر، هذا هو الفلتر. ايه فهمت عليكي، هذا الفلتر استعملوه للسيارة مشان تصفي الهواء بقلب السيارة. شو الظاهر يا ست صفيرة، بدك تشتري سيارة؟ قليلي بدك تشتري سيارة؟ لا، ابدا ابدا. بس شفت على الفيس والله هيفا وهبي قال بدون فلترة. ورجيني ورجيني بسرعة، ورجيني لشوف شو قصة الفلترة، شو قصتها؟ ليك اتفرجي، هي الصورة شفتيها؟ هي الصورة، صورة هيفا وهبي. اسمعي شو عم تحكي. أنا هون اليوم، وهذا بحد ذاته لإلي أنا حدث كثير بيشرفني وبيسعدني، وإن شاء الله بيكون في كمان زيارات تانية. ايه هلا فهمت. هذا الفلتر بحطوه بوجه هيفا بدال ميتور السيارة ليصفي البشرة، مو هيك لبيبة؟ مو هيك لبيبة؟ لا مو هيك يا زميرة، هون بيقصدوا بالفلتر لما بيصوروا بالكاميرا في برنامج خصوصي بيصفي البشرة، بيصفي بشرة الوجه بتطلع البشرة حلوة، بيقولوا الصورة مفلترة. بدي أسألك يا لبيبة، انت شي مرة تفلترتي؟ لا والله ولا مرة تفلترت. لك شبكم شبكم، لك ليش هيك عم تطلعوا فيي؟ انا ولا مرة تفلترت، صدقوني ولا مرة تفلترت. زميرة تفلترت، زميرة. ايه، انا تفلترت وعم اضوي وعم اضوي مثل اللمبة. أحبائي لا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل الجرس.